يا صباح الخير وصباح الأجواء اللي تفتح النفس والغيوم، الجو اللي صدق يرد الروح. اللهم لك الحمد. تو بدأ يومي، أبنزل الحين أدور لي شريحة جوال وأدور لي شيء أكله، وناخذ لنا لفة كذا على المدينة في النهار. جو مغيم وجاء مطر شوي ورش جو حلو ما شاء الله تبارك الله. هذا تمثال، من يعرف التمثال هذا حق ايش؟ اكتب لي في التعليق. تعرفون الحركة ذي؟ صوروني وكني ما أدري، تاريها قديمة من عهد الأولين. أي والله نفس الحركة هذه أسويها أنا وقاعد. إيش رأيكم بس بالمنظر؟ جو ولا أحد. لا ابو عبد الله، هلا ابوي. احنا في موسكو اليوم ولا لا؟ درجه الحراره اقل من 12، وبين وبينك ذا شاري هنا من امستردام، شاري قلت ممكن الاجواء بارده في اوروبا، بس يوم دريت الشمس تلحقني من ديره لديره، بس اشوف الديره ذي بارده ترى. ها بين ترى درجه الحراره وسط، بس اسلك النفس اهم شيء يلبسه. والله يا جماعه الخير، لنا اسبوعين الحين واحنا ندور برد. ابو عبد الله يبغى يلبس الجاكيت ما اقدر يلبسه اليوم، الجو طبيعي. الجو طبيعي اليوم جدا، ولكن ابو عبد الله قرر وصمل الا يعيش الجو انه في موسكو والاجواء تحتصل. الله يسعدك يا فرحان. الزبده احنا في وارسو والاجواء جدا جميله ولا احلى منها. كيف طريقة المباني عندهم صراحة؟ خلنا نصور بيكشر. هذول عرسان بولنديين ماخذينها بطريقة الايش؟ الديزاين البولندي. هذا ديزاين بولندي؟ ايه كونجراتيليشن. ايش رايك فيهم ابو عبد الله؟ انا بصور ون منت. هذا ارتكت او مصمم هو اللي اعاد تصميم القلعه هذه اللي تدمرت في الحرب العالميه الثانيه، رجع اعاد ترميمها وتصميمها، حطوا له تمثال مقابلها. الناس هاديه. على فكرة هذا ترون القصر الرئاسي في بولندا جنب فندقنا على طول. هذا عالم فلك وحطي له تمثال هنا. أبشركم أمطرت. خلها تمطر، خلهم ما في إلا أنا أمشي الحال، هم يحبون المطر أنا أحب المطر. أبو عبد الله رجع جاكيته عندك، انزلت الامطار نزل الخير، البلا في الجاكيت ترى في مشكله، رجع السعوديه بس.